ريال باش غنكتب ولا باش غنعوض ولا ما عنديش الغال بالله. عاش الملك عاش الملك. اذا شنو كاين؟ اذا انت حيد من الارض، ما بقيتيش ساكن تما، ما عندكش حق تستافد من الارض. حنا بغي يحيدونا فين يديونا خويا؟ نشردو. جينا نشوفوا التصميم، التصميم اللي تعلق دابا اللي هو يا ما عندوش شي معنى، اللي ما عندوش شي معنى اللي في صالح الساكنه. دابا المشكل اللي كيتسائلوا الناس، اللي كيتسائلوا فيه دابا الناس، هو التصميم واش ليبر، واش فيه نزع الملكيه، واش فيه هذا هو المشكل. واش مثلا حي الصناعي تيقول لك انايا واش ارضي غنجي نبيعها حر فيها نبيعها للمستثمر، ولا غتحيد ليا الدوله وتبيع المستثمر؟ هذا هو الاشكال الكبير. الناس قاعد يقول لك هو التصميم. دابا الناس اللي عندهم ارض يقول لك هو في حي الصناعي ما فيه باس، ها هو حي الصناعي مثلا، ولكن الناس شكون يعوضها؟ كيفاش التعويض؟ واش كاين التعويض فيه؟ واش حي الصناعي غادي يبقى تما يا حابس الارض كامله مسجونه بحال السجن، ما غايستافدش منها مولاها؟ هذا هو التساؤلات اللي كاينه، واللي كان نلحوا عليه هو المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الساكنه راه في ظروف قاهره قبل ما يكون هذا التصميم، عانات كبيره وكتسنى الناس سنين كتسنى باش يجي التصميم اللي يكون في صالحها. جا التصميم اللي عيقصيها من حقها بهذا المفهوم، راه ما تيبان ليا عيقصيها. علاش؟ حيت انه التصميم هو جا في حي الصناعي تيقول لك ازونات كبار، يجيو شركات كبار عملاقه. اذا شنو كاين؟ اذا انت حيد من الارض، ما بقيتيش ساكن تما، ما عندكش حق تستافد من الارض. هذا هو المشكل. والمشكل الثاني هو التصميم، كنا يتسناو هذه شحال شي 20 عام دابا باش يتصمم يكون في صالح الساكنه، ما نجحوش فيه، لا حتى ولايه ما نجحت فيه في هذا التصميم هذا. وثاني حاجه هو المشكل ديال الاعضاء. دابا راه كنصيفط لهم رساله من هنا، جميع الاغلبيه والمعارضه ما يوافقوش على التصميم، تنشوفوا الحوار وشكون يشرح لينا. بغينا اول حاجه اشرح لينا كيفاش هذا الحي الصناعي، راه ما فهمناش حنا كساكنه، ما فهمناش الحي الصناعي واش فيه نزع الملكيه او لا حر ليبر. حي صناعي عندك يعطيك الرخصه ديالك لا دير شي حاجه ديرها او لا تبيع او لا دير شي حل. هذا هو المشكل الكبير، هو هذا. مثلا الناس غيتعوضوا، مثلا شكون يفهمهم هذا الشيء؟ هذا هو حيت ما كاينش واحد العلاقه ما بين المواطن ولا يشرح شنو هو هذا الحي الصناعي وكيفاش تحط وشنو هو الهدف ديالو وشنو هو التحديد ديالو، واش الساكنه غتستافد منه او ما تستافدش منه. وحد الان تنشوفوا الساكنه ما غتستافدش منه، شنو تيبان لي انا؟ علاش؟ لان هو ما كاينش شروحات اللي يقول لك مثلا هو حي صناعي، واش تجي الشركه تاخذ من عندك الارض، واش غتحي تكون نزعيه الملكيه تاخذ الدوله وتبيع للشركه. هذا هو المشكل اللي كيتخبط فيه المواطن دابا. كلشي دايخ ما عرفش شنو هو، وتنطلب المسؤولين يشرحوا لنا ويشرحوا للساكنه كيفاش هذا الحي الصناعي وكيفاش المصير ديالو، كيفاش الساكنه المصير ديالها. خويا حنا بغينا نبقاو في ديورنا، ما بغينا لا بلا لا، يعاودوا لينا يديروا لنا تجهيز ويعاودوا يبنيوا، نعاودوا البني ولا شي حاجه ماشي مشكل. اما حتى واحد ما موافق على هذه القضيه، كلشي باغي يبقى في داره. قيصه دايرين لنا بلاصتنا في حي الصناعي، مساحه حنا بغي يحيدونا فين يديونا خويا؟ نشردوا واش نشردوا؟ حنا بغينا ديورنا يديروا علينا يطبقوا علينا القانون بالله، نعاودوا الهيكله ماشي مشكل، ولكن باش يحولونا راه حتى واحد ما موافقش. كاين الناس اللي تقول صافي راه اش نقول لك، لا اله الا الله يسيح فيها الدم. المشكل ديالنا هي بغاو يحولونا من بلادنا فين حنا شاريين. حنا ضعفاء وشرينا من عند الناس وبنينا بالمشقه، وعندي اليتامى وما كبرتهم بواحد المشقه، ودابا ما كنطالب والو، ودابا بغاو يحيدوني. فين غيديروني؟ فين غيرميوني؟ ركابيه ضاريني، ما عندنا الصحه باش نخدم، فين ما عندي حتى ريال باش ما عنديش حتى ريال باش غنكتب ولا باش غنعوض ولا ما عنديش الغال بالله. عاش الملك عاش الملك. جينا عند الرئاس ديالنا يهضروا علينا ويشوفوا فينا لوجه الله، جينا عند العضويين ديالنا يعاودوا لنا الهكاله، وحنا جالسين في بلادنا. حنا ما طالبين حتى حاجه، الا جات شي طريق مرحبا، جات شي حاجه قانونيه مرحبا،
باش يحيدونا ويرميونا حنا ولادنا في الشارع. حنا كنقولوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. السكن ديالنا ما يتقاش، عندنا البلان، عندنا تزيز، عندنا كل شيء، ما يقيسوناش بنعويش اسمي دوار العيالات تلبق نادل. ما خاصش الانسان اللي عنده حقه ما خاصوش يضيع. هاد الناس قالوا لنا عندكم حي صناعي، هادشي اللي قالوا لنا. سمعنا حي صناعي اللي كاين عندنا حنايا، حي صناعي من حي صناعي يمكن قال لك غيعوضوا لكم ويحيدوكم، وحنا الراجل عنده طروازيام وصالحه من الفوق لتحت. اضعف ايمان اضعف ايمان 80,000 80 مليون باش غتقام عليه، باش غيعوضوا لهم اللي غيعوضوا له؟ ما عندوش باش غيعوضوا له. خاصهم يعوضوا الناس، يعطوا الناس، خليهم في بلايصهم. بنعويش مصالحش المصالحش الحي الصناعي بنعويش دوار العيالات وبنعويش وسميتو مصالحش الحي الصناعي. البلاد خاوية تصير الحي الصناعي، هذه راه بلاد عامرة راه فيها السكان.